بسم الله الرحمن الرحيم، هنعمل ان شاء الله الفراخ المشوية المحشية بالبصل والفلفل. عندنا فرخة هننقعها في مية وملح وخل وليمون لمدة 10 دقايق أو ربع ساعة. بعد كده هنغسلها وهنشطفها كويس وهنصفيها من المية بتاعتها. بعد كده هنبدأ نجهز التتبيلة. هنحط في بولة حوالي 4 معالق كبار زيت، ويفضل يكون زيت زيتون، ومعلقتين كبار خل، وعصير نص ليمونة، ومعلقة صغيرة عسل نحلة أو سكر، ومعلقة صغيرة ونص ملح، وفلفل أسود، و3 معالق صغيرين زعتر ناشف مطحون، ومعلقة صغيرة كزبرة ناشفة. وهنقلب كله مع بعضه كويس. بعد كده هنتبل الفرخة كويس بالتتبيلة اللي عملناها من جوه ومن بره. وبعد ما بنتبلها بنسيبها حوالي 10 دقايق او ربع ساعة. بعد كده عندنا بصلتين متوسطين وقرنين فلفل رومي، هنقطعهم بأي شكل وهنرش عليهم رشة ملح وفلفل. وهنقلب كله مع بعضه كويس. بعد كده هنحشي الفرخة بالبصل والفلفل اللي جهزناهم. وندخل الحشو كمان تحت الجلد. وبعد ما نحشيها هنربط الرجلين بتوعها بخيط بالشكل ده. بعد كده هنحط الفرخة على شبكة شوي، وهنحط تحتها صاج أو صينية، وهنحط في الصاج أو الصينية شوية مية. ولو مفيش شبكة شوي مفيش مشكلة، هنحط الفرخة في صينية عادية، بس هنحط تحتها حلقات بصل تكون متقطعة سميك شوية. بعد كده هنسخن الفرن على أعلى حرارة فيه لمدة 10 دقايق، وهنحط الفرخة في الفرن على الرف الأول من تحت، وهنسيبها لمدة ربع ساعة على أعلى حرارة. بعد كده هنهدي النار ونخليها على درجة حرارة 200. وبعد لما بنهدي حرارة الفرن وبنخليها على درجة حرارة 200، بنسيب الفرخة ساعة، وبعد كده بنطلعها وبتكون خلاص مستوية تماما معانا. يعني اجمالي وقت تسوية الفرخة حوالي 1.25 ساعة، وده للفرخة اللي وزنها حوالي من كيلو لكيلو 100 جرام. لو اكتر من كده هتاخد وقت اكتر. جربوها وان شاء الله هتعجبكم جدا.